كيف أنت؟ أهلا بحضرتك. خليني نبدأ بالسؤال اللي أنا طرحته في البداية، هو أنا لما الطرف اللي أنا المفروض أترمي في حضنه لو أنا متضايقة، بابايا ومامتي انفصلوا وأنا متضايقة من ماما، حصلت مشكلة قلت لها أنا عايز أخرج مع أصحابي، قالت لي لا ما أنتش خارجة، فحصلت مشكلة بسيطة كده بيني وبين ماما، مفروض أرفع سماعة التليفون أو أروح أترمي في حضن بابا؟ أما بابا يبقى بيعاملني بالطريقة دي، أنا أترمي في حضن مين ولا أروح لمين؟ بصي، هو الأب هنا في يعني هو في كده في حوار بينهم، في عند بين الاثنين. أولا هو ما احترمش القانون، إن هي تقريبا الحضانة في مع الأم، والاختطاف ده مش أول مرة. احنا هنا انت متخيله ان الاب اللي هو مصدر الامان والاطمئنان للبنت بقى مصدر الخطر والتهديد لها، يعني كده حصل رعب. يعني البنت اصلا في موقف الاسانسير، هل البنت كده البنتين هيكونوا سلام نفسيا؟ لا خالص، الاثنين يعني الاثار النفسيه لهم هتكون معاهم فتره كبيره جدا، ولازم مختص نفسي، يعني لازم الام توديهم للمختص نفسي يعني عشان يتعافوا من اللي هم شافوه. المشكله في التخدير، يعني حتى الاب ما خافش من التخدير اللي خدره لاولاده. طب افرض بنت من البنات عندها حساسيه من التخدير مثلا، الوقعات اللي بقت البنات يقعوها في الاسانسير كانت كبيره وشديده، وفي واحده منهم كانت، وفي بنت اترمت على الرصيف وسابها وجري كمان، يعني هو اخذ واحده تقريبا وسافر بيها بره وواحده لا، اللي هو اكبر دليل ان الموضوع بالنسبه له مش عشان عاوزهم، عشان لا هو كان يعني الموضوع تقريبا محاضر بقى، وعنده مين اللي هياخد ومين تقريبا كلامه اللي هيمشي. هم دخلوا في مرحله وللأسف بيحصل كتير. طب ده نموذج أو حالة محتاجين نفهم أكتر من حضرتك كاستشارية وتربوية، التعامل يكون بأي وسيلة من الأهل مثلا اللي يتدخلوا، والتعامل مع الأطفال دي، دول يا حبايبي من هم 5 سنين وهم بيتعرضوا لنفس المشهد بهذا الشكل، 5 سنين و8 سنين، فهم شافوا تصرفات غير متوازنة من شخص غير متوازن نفسيا، وده زي ما حضرتك قلتي هيكون ليه تأثير سلبي عليهم في المستقبل. ازاي التعامل من الاهل اولا ثم بعد ذلك من الاستشاري؟ يعني اقول لك حاجه، احنا اول ما يحصل فيه انفصال، احنا طبعا كل حاجه هنقول عليها بالمعروف، يعني احنا اتجوزنا بالمعروف، برضو لو في طلاق هيبقى بالمعروف. طيب دلوقتي هما الاثنين يعني الواضح كده ان طبعا في مشاكل، والمشاكل ممتده معاهم حتى بعد الطلاق. احنا الاولاد لازم تكون في الاولويه، انت فين ولادك من الاولويه اللي انت حطيتها؟ انا قبل ما بيحصل مرحله الطلاق انا لازم اقعد مع اولادي، لو ما دام في اولاد بقى، انا خلاص اتجوزت في اولاد، لا انت اولويتك الولاد مش انت ولا هي، برضو لازم الاثنين يقعدوا مع اولادهم. بذره للمجتمع، هم بتوعي صح. بس بتوع المجتمع اكتر. انا اقول لك حاجه، يعني في ناس تقول لك لا يا خلاص انا اعيش في المشاكل وما اطلقش عشان ولادي، لا برضو احنا الطلاق هنا على فكره بيبقى رحمه، يعني احنا الاثنين عندهم سوء تواصل مع بعض، ما فيش توافق، لا خلاص احنا بننفصل. طب بس بنفضل على ايه؟ بس على بقاء ان انا بشبع احتياجات ولادي، يعني ولادي في الاولويه. هو الحل طبعا. طب في حاجه هنا انا اقول لك حاجه، ان المشاكل الاسريه لو فضلت لا هيفضل الاولاد عندهم مشاكل نفسيه كبيره. طب احنا الوقت الانفصال هنقول رحمه للاولاد شويه، بس بايه بقى؟ بس لازم يبقى في لغه تفاهم بين الاب والام، احنا الاثنين لازم يقعدوا مع بعض يتفاهموا ان احنا اولادنا في الاول. اللغه دي نفسيتهم تيجي ازاي؟ بالاحترام. ما هو ما فيش احترام. طيب طب ما هو مين اللي يحاول يقوم الموقف علشان يكون في صالح الابناء؟ الاثنين مع بعض. ما انا اقول لك حاجه، ما هو لو هو برضو طالع من اسره غير سويه، اكيد الاب طالع من اسره غير سويه، اكيد شايف ان انا لازم اعمل مشاكل زي الناس. وانت شايفه ايه في الواقع؟ قضايا تبديد، فرش، ده حبس، ده هربان عشان ويجيب لها شقه صغيره، ده انا ممكن ما اصرفش على اولادي، حاجات كتير، مشاكل كتير هي جدا. المشكله هنا ان يعني حضرتك تكلمي يعني في الموضوع، ولا بنتكلم عن ان الحل هو الاحترام. بس لما نكون بنتكلم عن طرفين فيهم طرف غير سوي نفسيا من الاساس، هي دي المشكله، وده باين من الفيديوهات اللي شفناها، وبالتاكيد هو نموذج. ما هنا المشكله، يعني فين التفاهم في حين ان طرف غير سوي نفسيا؟ يعني بص اقول لك حاجه، ما هي حالات الطلاق دي، يعني ما بقول لك في ناس، في رجاله ما بتطلق بتطلق معاها اولادها. انا خلاص، انا اهم حاجه ان انا بعاند مع، انا بعاند مع الام، الام خلاص بقت مش مطيعه معايا، خلاص بقى يبقى هي والاولاد، ربطهم الاثنين ببعض. وده بيحصل كتير قوي. وانت انت في قضايا الطلاق اللي احنا بنشوفها نسبه الطلاق عاليه جدا. طب احنا لما بنشوفها، هل كل اب بيراعي مصلحه اولاده الاول؟ لا، نسبه كبيره جدا ما بيراعيش اولاده. لا، بدليل ان مشاكل النفقه كتيره، مشاكل النفقه، تبديد الفرش، ينقلها في مثلا منزل اصغر. بص، بابا دايما عايز يكسر الست، عايز يكسر المراه، فيكسرها بايه؟ بالاولاد.
مش واخد باله انها باولاده برضه. لا هو ما لا ما بيبصش للنقطه دي، هو لو قعد فكر مع نفسه هيعرف انه بيأذي اولاده اكتر. ده في ابهات بتسمم ولادها نفسيا ان هو انت مش بتحبني، انت بتحب ماما اكتر. طيب ويدخلوهم في المشاكل الاسريه. دكتور هبه، في حديث عن ان قبل الزواج يكون في فحص نفسي للزوجات والازواج، وده طبعا في قانون الاحوال الشخصيه اللي بيتم العمل عليه الان، وطبعا بتجديد من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يتم انجاز هذه القوانين سريعا لمصلحه الاسره المصرية. حضرتك شايفة ان ضرورة ان يكون في كشف نفسي على الزوج والزوجة او المقبلين على الزواج قبل الزواج دي حاجة مهمة طبعا. ولا حاجة طيب فرض ان انا اتقال لي ان ما ينفعش اتجوز الشخص اللي انا مخطوباله ده لاسباب هو مخبيها عليا مثلا في العامل النفسي وكذا، المفروض اتصرف ازاي؟ هل اتحمل مسؤولية ان انا اقومه ولا لا؟ لا، في شخصيات اصلا احنا في قبل الزواج بنقول الشخصيات دي شخصيات مضطربه، سواء امراه او رجل يعني. شخصيات مضطربه في الزواج، الحياه الزوجيه بتبقى مستحيله ان هم يتعايشوا مع بعض فيها. مثلا عندنا زي الشخصيه السيكوباتيه، صعب جدا يتعايش معاها، ان شخصيه كذابه، شخصيه مخادعه يعني، بيميل للعنف والعدوان بشكل كبير جدا. عندنا الشخصيه النرجسيه اللي هو الانا اللي عنده عاليه جدا، فده صعب جدا يعني، مستنفذ المراه يعني او يعني العكس. لا داعي لفكره التقويم بعد الجواز، لا خالص، هي مش دكتوره ولا هي مختصه عشان تعالج حد خالص، لا. هو مفيش حد بيتغير عشان حد. هقول لك يعني الجمله الشهيره بتاعت اتجوزيه او اتجوزها وهو هيتغير عشانك وهيتغير. لا لا لا، وفي شخصيه الاكتئابيه، شخصية البارانويا اللي هو الشكاك بشكل كبير جدا، صعب التعايش معاه. في شخصيات صعبة التعايش معاها. ما احيانا البعض بيتظاهر يعني، ممكن في الكشف اللي بنتكلم عنه ده مهم جدا يتظاهر، وبعد كده زي ما بيتظاهر مثلا الخطيب وخطيبته يتظاهر خلال الكشف. لو مختص نفسي كويس لا هيكشف. لا طب انا ما خدتش حاجه ان هو يبقى الكشف فعال زي التحاليل الطبيه. أيوة دلوقتي ما بقتش يعني مش تمام. فعاله بنسبه، اما حاجه تكون فعاله تكون في فعلا لجنه مختصه تقابل الزوجين، ما يكونش كلام على ورق. طيب انا يعني الشخص اللي انا بحبه مثلا وعايزه ارتبط بيه، شايفة في بعض المقاومات الطيبة والبعض الآخر غير طيبة. أنا أتعامل إزاي؟ هل يعني المفروض إن أنا أخد الجانب الكويس في الشخصية وأحاول أنميه وأتغاضى عن العيوب زي ما بيتقال كده؟ إحنا كلنا ما فيش حد كامل يعني. وبالتالي أنا إزاي ممكن أخلي حياتي بنسبة أعلى فيها نسبة نجاح؟ بصي احنا في عيوب ممكن تتعايشي معاها وتتكيفي عليها، وفي عيوب لا. يعني احنا لو الانسان العصبي شويه انت ممكن تتكيفي عليه، وانت انسانه هاديه او العكس، فممكن في بعض الصفات تقدري. الاثنين عصبيين. لا الاثنين فهماني. لا انا قصدي وفرق ما بين يكون حاجه مرضيه وعصبيه. أيوة وحاجه وحاجه يعني في الطباع يعني. بص في حاجات ممكن تتكيفي عليها وفي حاجات صعب ان انت ممكن تتكيفي عليها. طيب ان احنا ممكن نعالج حد، ما حدش بيعالج حد، ولا في طباعه بتتغير، ما فيش حاجه بتتغير. ولا حد بيغير نفسه خالص، ولا حد بيغير نفسه الا اللي هو حاسس ان انا عندي مشكله وعاوز اغيرها، يبقى هو الاراده عنده هو اللي عاوز يتغير. دي بتبقى مشكله تانية. اما ما فيش حد بيحس ان هو عنده مشكله، انت لو حد هيعترف، ما حدش بيعترف. انت فاهماني؟ طب يا فندم حصل الجواز وبعد كده حصل الانفصال، وباعتبار ان احنا بنتكلم وعاوزين كمان ناكد على فكره اللي هم بيكونوا للاسف هم الضحيه اولا واخيرا الاطفال او الاولاد. بعد الانفصال هنفترض ان الحضانه بقت مع الام، تمام، والانفصال هنفترض برضو، انا بنعمل افتراضات لان دي حاجات واقع موجوده، ان الاب كان الموضوع مش كويس في شكل مش كويس بشكل او باخر ايا كان. ازاي الام تحافظ على الصوره الذهنيه عند الاطفال بخصوص ابوهم عشان لما يكبروا طبعا يكونوا اسوياء؟ والعكس الموضوع ممكن يعني يكون موجود. سؤال جميل. لازم الام لما بيحصل انفصال لازم الاثنين ما يعبوش على بعض قدام اولادهم، ولا الاولاد يكونوا طرف في المشاكل خالص. انا ممكن اقعد مع اولادي افهمهم مرحله الطلاق وان دوت وانتم السبب
في الـ في الـ في الانفصال، ان الولاد بيبقوا عندهم قلق وتوتر ان هم يكونوا السبب في في مشكله الانفصال. لازم اتكلم معاهم اصلا، لازم يتكلم معاهم هم الاثنين مش الاب بس، الاب والام يقعدوا مع اولادهم يعرفوهم طبيعه المرحله، ان البيت زي ما هو المفروض، يعني لو الاب سليم نفسيا والام ان البيت زي ما هو وانتوا هتبقوا مستقرين نفسيا وكل حاجه، وانا موجود ولو عوزتوني في اي وقت هتلاقوني موجود، على الاقل الامان والتوتر اللي عند الاولاد والاسئله الكتير اللي جواهم هتقل شويه. طبعا الاولاد هيسالوا اسئله كتير ولازم يكون هو محضر كل اجابه لاولاده.